حقيقة يعني سبب ممن يحضرون المحاضرات هم يعيشون في المخيمات، فلا يعقل أن أطلب منهم موضوعا خارج واقعهم، وواقعهم يتحدث اليوم عن موضوع المصالحة وموضوع أنهم يعيشون في المخيمات ليلا ونهارا. لكن بداية أحب أن أقف عند موضوع مهم جدا، وهو ما أثاره النظام المجرم عن هذا الموضوع تحديدا عن طريق شبيحته على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمر في غاية الأهمية. هذا النظام الذي كان يرى أن المتظاهرين يعني يخرجون إلى الثورة من أجل سندويشة ملفوفة ب 500 ليرة سورية، نجده يعاود الكرة ويقول لهم أن هذا المدرس يقبض كل شهر 1000 دولار ويعيش في بيت واسع. وهذا ما أضحكني حقيقة وجعلني أن أقف عند هذا الموضوع. أنا حقيقة لست مدرسا في الجامعة، وإنما كنت أخذت محاضرة في الفصل الأول، وهنالك طلاب تقدموا للتكميلية. حقيقة أنا طالب دكتوراه يعني، وعلي قسوط مترتبة للجامعة لم أدفعها حتى الآن، ولست من يأخذون 1000 دولار، ولكن ربما كان تدريس الفصل الأول كله حوالي 90 دولار تقريبا، وقد بعت الأسد في هذه 90 ليرة، هذه 90 دولار، جميل. وب90 ليرة أيضا أبيعهم. الله، هيك يعني إيه، إن شاء الله بتتخرج، وقصدي بتاخذ الدكتوراه، ويعني بتحقق اللي بدك اياه. بس قبل ما تسترسل أكتر، في انتقادات أنا مبارح سمعتها شوي على السؤال، فيك ترد علي. السؤال اللي هو صيغته كتير واضحة، كتير وصفوها إنها توجيهية وموجهة بشكل تفصيلي، وإنه طريقة السؤال مكتوبة بشكل موجه للأصغر عمرا من طلاب الجامعة. ما تركت لهم خيار يعني إنهم يقولوا هن مع أو ضد، يعني أنت رأسا دخلت لهم بإنه قولوا الممارسات اللي مارس النظام. شو بترد على هذه الانتقادات أو على هذه الأسئلة؟ هو ما يحدث في سوريا يعني أمر بديهي حقيقة، لا يحتاج إلى كثير تأمل. الطفل الصغير الذي في الشارع دائما يعني يقول ويردد عبارات يعني تشير إلى سقوط النظام. عندما تمرين في أي مخيم تتذكرين سبب مأساة الشعب السوري، فهذا العنوان ليس بحاجة إلى تفكير. يعني هل الشمس بحاجة إلى أن نعيد إعمال فكرنا إنها كانت موجودة أم لم تكن موجودة؟ هذا واقع يعيشه السوريون. وأين الشعب السوري اليوم؟ أليس في المخيمات؟ أليس خارج الأماكن التي يحكمها النظام؟ الأمر لا يحتاج إلى توجيه حقيقة، وإنما كان السؤال هو سؤال المتعلم أيضا وليس سؤال المعلم. أنا أحببت أن أتعلم من هؤلاء الذين يعيشون في المخيمات، أحببت أن أتعلم منهم كيف يجدون هذا الصبر حقيقة. يعني أنا لا أعيش في بيت كما قالوا أنه بيت واسع، ولا أعيش في مخيم. حقيقة من يمر أمام بيتي سوف يجد أن بيتي ينقصه بعض الأبواب والنوافذ، يعني حقيقة أنا يعني في بيت غير مكتمل. فهذه المسألة يعني تؤكد من جهة أخرى أنني لست أزود على الشعب السوري الذي يعيش في المخيمات، ولكن أتعلم منه. أردت فقط أن ينقل لي الطلاب تجربتهم الحقيقية الواقعية، يعني لأقتبس منهم روح الشجاعة والمثابرة في العمل. جميل جدا أستاذ محمد. يعني حكيت أنت أنه ما بدك تعطيهم للطلاب شيء من خارج، ويعني خارج واقعهم، وأنت حكيت على واقعك كمدرس. لكن خليني أرجع السؤال اللي طرحته عليك ديما، هل طلعت على إجابات الطلاب؟ نعم، شو يعني اللي أنا كتبوا تطرقت إلى واقعي حتى لا يقال أنني تعال. نعم، كنت عم بسألك أنه هل طبعاً إجابات طلعت على الطلاب الإجابات؟ دائما تفضل. هي إجابات حقيقة أنا لم أستلم بعد يعني أوراق الطلاب، أوراق الإجابة لنكون صريحين، ولكن يعني أنا أتحفظ دائما عما يكتبه الطلاب في موضوعاتي. يعني دائما الطالب أطلب منه أن يكتب موضوعا قريبا من قلبه وليس موضوعا من العالم الخارجي. ففي هذا الأمر يعني يترتب أن الطالب يكتب عن نفسه وعن مشاكله الخاصة وعن حالات يعني لا يمكن أن يبوح بها المدرس إن لم يأخذ موافقة من الطلاب. حقيقة قبل هذه التجربة هنالك يعني بعض الموضوعات التي كتبها الطلاب وكانت تدمي القلوب كما يقال. ليست هذه الموضوعات موضوعات يعني إنشائية، وإنما هي موضوعات من الواقع الذي يعيشه الإنسان السوري. أود الإشارة إلى مسألة مهمة جدا. نحن في صراعنا دائما هنالك ما يسمى تسفيه الصراع.
يعني يقول أحدهم أن العرب تقاتلت بين عمرو بن كلثوم مثلا وعمرو بن هند من أجل أنها قالت امرأة لامرأة ناولين الطبق، هذا هو تسفيه الصراع. يقولون قابيل وهابيل قتل قابيل هابيل بسبب يعني أنه أراد أن يتزوج زوجة من أجل امرأة، هذا هو تسفيه الصراع. لكن لو عدنا إلى القرآن الكريم وقرأنا الآيات بتمعن، عندما قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، ذكر كلمة بالحق وهو نبأ، والحقيقة أنهما قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، إذن هو صراع من أجل الوصول إلى الله ومن أجل التقبل، بينما يسفه البعض الناس هذا الصراع. الصراع مع الأسد هو صراع كرامة وليس هو صراع من أجل لقمة عيش أو كرتونة معونات تؤخذ من هنا أو هناك، هذا الصراع هو صراع إنساني على مستوى الإنسانية. هذا الصراع يعني أوضح لنا وجه العالم المتخاذل الذي وقف مع مصالحه مع الأسد وترك تركيا حقيقة وترك السوريين مشردين في المخيمات. هذا الصراع يجب أن لا يتم تسفيهه بهذه الطريقة ولا يتم عرضه بهذه الطريقة، وإنما علينا أن نعيد النظر في هذا الصراع ولنعلم أنه صراع بين الحق والباطل. طب يعني أستاذ محمد، أنت أكيد على اختلاط بالطلاب، أكيد في نقاشات بتصير بينك وبينهم، ونحن عم نشوف بشمال غرب سوريا المظاهرات اليومية اللي عم تطلع. ما بعرف إذا صار بعد الامتحان حديث بينك وبين مجموعة من الطلاب، أو إذا ما صار شو توقعاتك؟ يعني شو ممكن يكونوا الطلاب كاتمين؟ هل متوقع أنك تتفاجأ بشيء إيجابي؟ طبعا نتواصل دائما مع الطلاب، وفي بعض الأحيان كنا نقوم يعني كنت أحل بعض إشكالاتهم الاجتماعية أو المادية، يعني أحيانا نتواصل ويساعد بعضنا بعض. واقع يعني نحن نعيش، أينما ذهب الإنسان في محافظة إدلب سوف يجد المخيمات، يعني المخيمات في الطريق، المخيمات في كل مكان، لا تكاد تغيب صورة المخيمات عن ذهن الإنسان. وتعاملنا اليومي مع أبناء المخيمات وليس مع أبناء البيوت، يعني لم يعد هنالك يعني العدد الكبير الذي يسكن البيوت بقدر ما هنالك عدد أكبر من يسكن المخيمات. يعني بداية أريد أن أشير أيضا يعني إلى مسألة الموقف المعارضة التركية من موضوع يعني الصراع في سوريا والمصالحة. أنا أطلب من المعارضة التركية أن تحترم القانون التركي، أن تحترم المعارضة القانون التركي. في القانون التركي أن من يقوم بعملية قتل إنسان والتمثيل بجثته ولو كانت امرأة مثلا على سبيل المثال، فإن القانون التركي يقر إعدام هذا الشخص. فلو طبق القانون التركي، لو كان أنصار المعارضة في تركيا يريدون يعني رفع قانونهم ويجلونه وطبقوا هذا الحكم على بشار الأسد، فإن مصيره لابد أن يكون الإعدام حصرا. يعني أنا بفهم كتير مفهوم كلامك، لكن بس خليني نوه لنقطة إنه قانون الإعدام بتركيا ما أنه موجود، يعني ملغى، وفي تداولات حالية لإعادة تطبيق قانون الإعدام. هو ملغى ولكن يعني حتى ولو كان ملغى هنالك يعني عقوبات تصل إلى تجديد العقوبة، لكن هنالك بعض الحالات التي في القانون التركي كما قرأت، يعني أنه في حال أن رجلا مثلا أقدم على قتل امرأة ومثل جثتها واغتصبها وقطعها قطعا، فهذا مصيره الإعدام، وهذا ما يفعله النظام المجرم في كل يوم في سوريا. يعني حتى ولو كان الأمر يعني هو أستاذ محمد مع الأسف يعني ما عم بيكون في توصيف، ما عم بيكون في توصيف دقيق للواقع السوري، ما عم بيكون أبدا في توصيف للواقع السوري، لهيك ما بنلاقي ابدا تعاطف مع قضيتنا. يعني حتى الان مثل ما حكيت انت في بدايه الحوار انه بيقولوا لك هدول عم يتقاتلوا بمشكله بين 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 نظام الشعب، يعني عم يتخانقوا على اشياء بسيطه. خلينا نرجع بس على موضوع السؤال، يعني حكيت عن الواقع ويبدو انه من هذا الواقع انعكس سؤالك اللي وضعته لموضوع لموضوع الطلاب اللي حطيته في اسئله امتحان ماده اللغه العربيه، وعم نشوفها لان احنا حاليا مع بعض ومع مشاهدينا على وسائل التواصل الاجتماعي. توصيف الواقع خلينا نحكي عليه أكثر، خلينا نركز على هذا الموضوع. يعني احنا عم نحكي على شعب موجود حاليا في الخيام، ساكن في بيوت أقل ما يقال عنها بيت مثل ما حكيت، ينقصه
ينقصها الكثير من الأدوات، ينقصها الكثير من الأثاث لتكون بيت. هذا توصيف الواقع. كيف بدنا نحن نقدر نوصف هذا الواقع ونعكسه للي عم يتابع القضية السورية، اللي عم يتابع حال السوريين؟ ربما ينظر يعني وزير الخارجية التركي من منظور واقعي إلى موضوع الصراع في سوريا، ويقول في نفسه أن أوروبا خاضت حربين عالميتين، وفي النهاية تصالحت الألمان، تصالح الألمان مع الفرنسيين. ربما يفكر السياسي من هذا المنطلق، لأنه درس التاريخ ودرس السياسة، ووجد أن أوروبا بعد حروب طويلة وحروب عالمية لم تبقي ولم تذر، نجد أنهم في النهاية تصالحوا. فما الذي يمنع الشعب السوري أن يتصالح مع النظام؟ هذا لأن الحاكم السوري ليس حاكم حقيقي. بشار الأسد هو حيوان مفترس. نعم، هو حيوان مفترس. كيف يمكن للناس أن يعيشوا مع حيوان مفترس؟ هذه جل قضية السوريين، لأنه يختلف تماما عن أي شعب في العالم. فهذا الشخص المفترس أو الحيوان المفترس لا يمكن أن يتصالح معه الشعب السوري، لأنه يعني بعد عشرات السنوات ما زال في سجونه أناس مظلومين، يعني لم يفعلوا له شيئا، مجرد كلمة أو مجرد اشتباه بقي الناس في سجونه سنوات وسنوات. فلأن بشار الأسد لا يمكن أن يتصالح معه، لأنه هو بطبيعته حيوان مفترس، والحيوان المفترس لا يمكن أن نضعه في بيت، في منزل مع بقية أفراد الأسرة. يعني هل يمكن أن يصالح أحد من المعارضة أن يأتي بأسد ويسكنه في بيته؟ ربما دجن الأسد يعني أحيانا، لكن كما نذكر يعني في قصة المدرب السيرك الحلو، في النهاية قتله الأسد يعني.